السلام عليكم. مسلسل القضاء، الحلقة الثانية من الموسم الثاني. ايه اللي بيحصل ده؟ الامور اتعقدت وبشكل كبير جدا، والامور دخلت يعني ان كله ليه علاقة ببعضه. خلينا كده نبدأ الامور واحدة واحدة من البداية عشان ما نتلخبطش زي الفيديو اللي فات ونفضل نعيد ونزيد في الكلام. دلوقتي يعني سيبنا خالص من كل الحاجات اللي انتوا شفتوها في نهاية الحلقات من الموسم اللي فات والنهاية اللي كانوا بيمهدوها لنا دي خالص، وخلينا كده نمشي واحدة واحدة. دلوقتي هم اتجوزوا، يلجاز وجيلين اتجوزوا وتمام، وبعد الجواز اتبسطوا تمام، ويعني اداها هدية كويسة جدا حبتها قوي هي السلسلة، ولبسها السلسلة وتمام. والسلسلة دي هي بتلبسها دايما هدية جوزها حبيبها بقى، يعني تعبوا جدا. وبعد الجواز طبعا خلاص هي بقت رجعت محامية تاني وهو رجع نائب تاني. بارس بيبقى هو رئيس النواب وبيستلم شغله عادي تمام. عندك نيفا بتاخد جونيد وبيطلعوا عطلة، وبتكتشف ان هو سرق فلوس كتيرة جدا من عند يكتا ومعاه الفلوس دي، وحط الفلوس دي في بيتها، فبتتضايق وبتتنافس بشكل كبير وبينفصلوا عن بعض. وفي نفس الوقت يكتا اللي خسر كل حاجة خلاص ما عادش ليه اي حاجة خالص، وخسر ما عادش حيلته حاجة، وحاله اتدهور وبشكل كبير جدا. فنيفا بعد الموضوع ده لما خلاص وهي في العطلة، لما كلمت اخوها وقالت له ان انا بحبه ومش قادر استغنى عنه تمام، وبيظهر لنا في العطلة دي طبيب واحد، خلينا نقول ان هو واحد تاني خالص، واحد عادي كان واقف وهي بتسامحها وهي بتتشاكل، وصدفة ما الشخص ده يكون هو الشخص اللي بيحاول يتقرب لايلين اللي هي اخت جيلين. حط ده على جنب بس نركز فيها جدا الشخص ده، لان الامور كلها بتتمحور حوالين شخصيه نيفا. نيفا بترجع خلاص، رجعت تركيا تمام، راجعه حاسه انها في حاجه غلط، فبتضطر انها يعني تغير لون شعرها، بتظبط شعرها عادي جدا، صبغت شعرها، والكوافيره اللي بتظبط لها شعرها برضو راحه تاجر صدفتها كده، راح اتأجر في بيت الجاز، وأجرت بالفعل شقة مقبولة اللي سافرت عند ابنها في فلندا، شقتهم اللي هو عايز يأجرها. فكده في صدفتين، المفروض ان هما مش صدفتين، هنتكلم عنهم دلوقتي، هنركز عليهم. الشخص اللي سمع الخناقة ما بينها وما بين بارس وهي قاعدة على البحر، اللي هو حبيب جينين، حبيب أخت جينين أيلاند، والكوافيرة اللي صبغت لها شعرها سكنت عند في بيت الجاز تمام. وفي نفس الوقت عندك مين اللي بيراقبها؟ سردار بيراقب نيفا. نيفا بتقابل يكتا، طبيعي انها عشان خاطر تقول له على الموضوع بتاع سرقه الفلوس، وصدفه ما مساعد المحاميه اللي كانت ضد جيلين اللي هو دلوقتي بيشتغل مع جيلين معاه واحده قاعده يعني قاعده على كرسي متحرك وبيظهر في الكادر معاه. فهل كل دي مجرد صدف ولا في ايه اللي بيحصل؟ طيب المبلغ كان مبلغ كبير، هل المبلغ يستحق القتل عشانه ولا ايه اللي بيحصل؟ فيعني نحط النقط دي كلها على الحروف، هنقول ان المفروض ان هو قاتل متسلسل وليه شبكه، يعني هو واحد او يعني هو المفروض ان هو قاتل متسلسل، لان احنا شفنا جثث كتيره وجماجم كتيره غير الشخصيات اللي قتل اللي ماتت معانا من ضمنهم نيفا، فكان في شخصيات تانيه اتقتلت، فمن الواضح ان هو قاتل متسلسل وليه علاقاته بشكل كبير جدا. ممكن تكون نيفا اتحطت على الرادار وبسبب الفلوس اللي معاها ان هو عايز معاها منها الفلوس مثلا، او انها تكون هي يعني عجبته وبتاع فقتلها، فالامور اتطورت وهو مشغل حواليه كل الناس دي، اما بقى عن طريق الابتزاز، اما بقى عن طريق ان هم شغالين معاه وهم عارفين ايا كان، بس الطبيعي ان هو هيكون عن طريق الابتزاز. عندك مثلا المحامي المساعد جنين هيكون شغال معاه بسبب ابتزاز مثلا من ابتزازه بامه، وان هو لسه في بدايه حياته مش بتاع معمول. الطبيب ده اللي فيه مغزى كبير يعني هنتكلم عنه، بس ايا كان برضه ممكن يكون هو مبتزه بسبب الحاله اللي قتلها. وبرضه هنرجع للطبيب لان شخصيه الطبيب مريبه شويه، هنتكلم عنها برضه، او هم يعني حاولوا يوصلوا لنا انها شخصيه مريبه. فعندك كل ده في العمل. فالمهم ان القاتل المتسلسل ده او القاتل ده ذكي جدا، فعشان خاطر ان هو يعني الناس بتقول لك طب هو ليه هيورط جنين والجاز؟ ما هم كده كده متورطين، هو بعد موت نيفا خلاص كله اتحط عليه فكله هيعمله. فالقاتل دلوقتي عايز يخطف الشاهد الوحيد على الجريمه، فعمل ايه عشان خاطر يخطف الشاهد الوحيد ده؟ خلى كل مركز الامن بالفعل زي ما العسكري قال والجاز سمع ان هو لو ما كانتش يعني لولا انها زوجة نائب كان كل الناس دي موجوده، واللي الجاز اكتشف مؤخرا انها لعبه عشان يجيب كل رجال الامن الفندق ويخطف الطفل، بس ما زال ان هو عايز جيلين معاه. فتفسيري للي حصل ده ايه؟ ان هو بالفعل يعني هيلبس جيلين جريمه، او حتى كمان التصوير المشاهد انها بتصور دي ممكن يكون عشان خاطر ياخد بصماتها
حطها على سكينه، سلاح جريمه، ايا كان. بس الموضوع ده منها صورت وكذا صوره، ده في ان كبيره موجوده هنعرفها برضه. فمن جنين تنزل له الجراج وهو موجوده معاها، ممكن يخطفها، ممكن يعمل حاجه، او برضه الهاء لحاجه معينه ان هو نزل يلهيهم ان جنين مفقوده يعني مش لاقيينها، عشان خاطر يتلهوا اكتر عن الطفل محمد جان اللي هو ويخطفوا بشكل كبير. طب مين الشخص ده؟ دلوقتي اقرب يعني واحد المشتبه به وهو الدكتور اللي هو حبيب ايلاند اخت جيلين، ان هو اللي كان موجود مع نفا. نفا اتحطت على رادارهم من هناك، ولا عندي ميعاد مهم جدا وسابها ومشى. فهي كل التوقعات راحة ناحيته، او كل الاتهامات راحة ناحيته هو، ان هو يكون هو اللي وراء كل ده، وخصوصا ان هو دكتور كمان، فسهل جدا يروح المستشفى ويروح هناك. فمن الممكن يكون هو ده هو القاتل المتسلسل، وهو اللي محرك كل حاجه حواليه، وممكن يكون يعني عنصر من عناصر القاتل عشان يقرب من ايلاند ويقرب في نفس الوقت من جنين. لكن كل دي كانت خدعه من القاتل عشان خاطر يعني. طيب في النهايه ده كله خلاص عرفناه، يعني احنا عرفنا ان في قاتل وبيستغلهم كلهم عشان خاطر بيوصلوا اللي هو عايزه. طب دلوقتي ده ربطه بالاحداث اللي المفروض تحصل بعد 6 شهور، وهي ان جيلين المفروض انها تتهم بقتل الجاز، وان الجاز المفروض ممكن يكون هيموت، وانها بتقول له لا ده هو يعني انا ما قتلتش الجاز، ده انا قتلت حد تاني. طب ده ايه ربطه ايه بقى بالاحداث دي كلها؟ التفسير الوحيد المنطقي اللي موجود لحد دلوقتي، وهو انها تكون عاملين خطه مع بعض ما بينها وما بين الجاز وما بين مثلا البرص مع بعض، خطه ان هم يوقعوا بالقاتل ده، والخطه اتضربت وساءت وعملت ولبسهم الجريمه صح، او هي تكون هي قتلته وهو لبسها جريمه قتل الجاز مثلا او خطف الجاز، بس هو ايران بيقول لها ان هو دفنه في الارض. فيعني الموضوع لسه ملخبط لحد دلوقتي، ولكن ده كله له علاقه بالقاتل المتسلسل. فاحنا الموسم كله هيبقى مطاردة للقاتل ده اللي قتل نيفا واللي هيلبسهم في كل حاجة. فيعني برضه هيبقى في نقطتين، يا اما بالفعل هيضحوا بشخصية الجاز وينهوا المسلسل بان شخصية الجاز ماتت، وبالفعل هيكون هو لبس جنين الجريمة وقتله هي قتلته هو، وبينتهي المسلسل على كده، او تكون زي ما قلت خطة ما بينهم هما الاثنين، وهم عاملين خطة عشان يوقعوا بيه بس، ودخلت الموضوع في البروسس. بس المعطيات كلها بتقول ان الجاز بالفعل مات، لان زي ما قلت موجود ران قال انا دفنته بايدي، وكان ممسك بالسلسلة. فدي تفسيرها ايه؟ الخواتم بتاعتهم والدبل كان عليها دم، فبرضه دي تفسيرها ايه؟ فيعني خلينا نكون واقعيين، واللي قدامنا لحد دلوقتي واللي ظاهر قدامنا ان هو بالفعل ممكن يكون هو مات، وده يكون نهايه المسلسل بنهايته مثلا، والقاتل بيكون تمكن منه في النهايه. لان الموضوع هيبقى لو غير كده يبقى انت تعمل لي ان المشهد ده حلم مثلا، او اللي حصل ده كله حلم في النهايه. ممكن يكون القاتل المسلسل من حته مطاردتهم ليه وكتر مطاردتهم ليه بدات تفكر، ومن كتر تفكيرها بقى حلم بالنسبه لها. ممكن يا اما الجانب الثاني يكون هي قتل. بس عموما هو الموضوع خطه دايره، ويقدروا يعملوا خطط عشان خاطر يوقعوا في القاتل ده. ده كل حاجه واضحه وكل حاجه قدامنا، كل حاجه اتقالت قدامنا حتى الان في المسلسل. في انتظار بقى الاعلان لما ينزل مع قادم الحلقات ان شاء الله. اتمنى تكون الامور وضحت عن الفيديو اللي فات، ولو انت عندك اي سؤال تسيبه في الكومنتات. بالنسبه لسردار ليه هو خرج من السجن، هو بالفعل كان خرج من السجن بتهمه المنسوبه له، وما عرفوش يمسكوه تاني بقى بتهمه القتل، ومش عارفين يجيبوه تاني بتهمه القتل. كان يكتخرجوا، لكن خلاص لما اتهم بالقتل ما عرفوش يجيبوه اصلا تاني، ما عرفوش لان هو هرب بقى. بس الامور كلها يعني مربوطه ببعض، ما بين الكوافيره، ما بين المحامي اللي عند جنين، ما بين حبيب ايلاند، كل دول يعني مربوطين ببعض وعاملين شبكه كده، وهم حاطينهم من كل الاتجاهات عشان خاطر هم بيعملوا لدى القاتل ده. ومش شرط يكونوا بيعملوا بارادتهم، ممكن يكونوا مبتزين وبشكل. ده كل اللي عايز اقوله في حلقه النهارده. يا ريت تعملوا سؤال سيبوه في الكومنتات، ويا ريت لو تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو مش مشترك تشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بحلقه جديده اول ما تنزل. ما تنساش برضه تتابعنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. اشوفكم في حلقه جديده باذن الله.